فشلت جهود دمج مسودات مقترحات كل من السودان ومصر وإثيوبيا المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبية، ليأتي الإعلان بأن جولة التفاوض الحالية انتهت دون تحديد موعد جديد لاستئنافها، وأن هناك حاجة لإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق. احنا عاوزين نضرب المثل ان التفاوض هو اساس الحل، لان من السهل جدا اللجوء الى الحرب، فده طبعا احنا دولة افريقية يعني ما لا يجب ان احنا نلجأ الى الحل الحرب، يجب ان نلجأ الى التفاوض، لان التفاوض ده يتمشى مع القانون الدولي، وبنرسي احنا قاعدة التفاوض، ودي ده مسألة حيوية، مسألة سد النهضة ده مسألة حيوية يجب أن تحل بالتفاوض. ليه؟ لأن أثيوبيا في طريقها أنها تعمل سدود تانية أخرى، فيجب أن يكون هناك تفاوض لهذا السد الأول. بالنسبة للتعنت ده تعنت غير طبيعي اللي بيحصل ده من أثيوبيا، وبعدين النهر النيل ده مش جاي من عندهم، جاي من حد، ربنا هو اللي بعته لنا، وإن شاء الله ربنا قادر إنه يحفظه، سواء هم تعنتوا ما تعنتوش يعملوا الشغل اللي هم بيعملوه ده، ربنا قادر يحفظ لنا حقنا في المية، وبعدين مهما عملنا برضو ده حقنا، وبرضو هناخد حقنا غصب عن الجميع، غصب عن اللي بيساعدوهم، وغصب عن اللي بيمولوا السد، وغصب عن اللي بيعملوا محطات الكهرباء، وغصب عن الدنيا كلها، نهر النيل ما حدش يقدر يمنعه عن مصر. وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وعليه سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الإفريقي بشكل منفرد. وأكد الجانبان المصري والسوداني أن التفاوض هو الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق، وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الإفريقي. مصر ماشية في طريق المفاوضات مع أثيوبيا بخصوص سد النهضة، وبتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للموضوع ده، ولكن التعنت الأثيوبي شايف أنه مش في محله، يعني أنه مفروض أن دي حاجات معترف بها دوليا، ومصر من فترة طويلة لها حقوق مالية مائية في المنطقة دي، لازم دولة أثيوبيا تلتزم بها وما يبقاش في تعنت من الجانب الأثيوبي، لأن دي حاجات يعني اتفاقات دولية ولها معايير لازم كل الدول تلتزم بها. عقدت جلسة الجمعة بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل التكتل القاري والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسبقت الجلسة مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث. مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى حل حتى الآن، والاجتماعات الأخيرة لم تثمر عن حل يرضي جميع الأطراف، وتبقى الأزمة كما هي، ويبقى الوضع على ما هو عليه. من القاهرة، نرمين علوي، اليوم.